صباح الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج شباب شو. موضوعنا النهاردة بيهم كل أسرة مصرية، وهو مين فينا مش عايز يحس بالأمان والاحتواء وإن يكون في طرف بيدعمه؟ مين فينا مش عايز يحس إن هو لوحده في رحلة الحياة؟ مين فينا مش عايز حد يطبطب عليه ويكبر بخاطره؟ مين فينا مش عايز المجتمع يكون مجتمع سوي وفي كل واحد بيقوم بدوره؟ الأب بيقوم بدوره وهو القيادة، إن يقود الأسرة للطريق الصحيح والبر الأمان، مش يقود الأسرة للتهلكة. إن هو يكون دوره في الرعاية والحماية ويكون ليهم الأمان والسند والظهر، مش يكون مجرد الإنفاق المادي فقط. وطبعا الأم برضو تقوم بدورها في الاحتواء، وان هي تكون المرجع الوحيد لولادها، ان ولادها يقدروا يحكوا لها من غير خوف، ان هي تحتويهم وتحتوي ولادهم وتقدر زوجها. وطبعا يمكن اعزائي المشاهدين عرفنا احنا هنتكلم في ايه، لكن قبل ما ندخل في موضوعنا احب ارحب بزمايلي الاعلاميين اللي منورين النهارده الاستديو. اهلا بيكي يا لمياء، اهلا بيكي يا حبيبه. اهلا بيكي يا منار، واهلا بالساده المشاهدين والمتابعين في كل مكان. فعلا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا ويهم كل البيوت المصريه، هي مشكله بتواجه مجتمع وليس جيل، وده اللي احنا هنتناقش فيه النهارده مع حبيبه والاستاذه منار. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا لمياء. ايه التفكك الاسري من وجهه نظرك؟ هو أول حاجة التفكك الأسري هو بعد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم بعض، وكمان التفكك الأسري مش بس غياب إحدى أفراد العائلة سواء الأب أو الأم، لا، التفكك الأسري كمان ممكن يحصل رغم تواجد كل أفراد العائلة. يعني ممكن يكون الأب والأم موجودين بس ما فيش ترابط وما فيش دفء ما بينهم، إن الأب دايما على طول مشغول مش فاضي في شغله، وإن الأم دايما على طول مشغولة مثلا إن هي قاعدة على موقع التواصل الاجتماعي، والأب بيروح يقعد سهر مع أصحابه. فبالتالي الطفل لما بيجي يحتاج اهله ما بيلاقوهمش، ان هم دايما على طول سايبينه، فبيضطر ان هو بقى برضو يشوف مواقع التواصل الاجتماعي، ما بيبقاش شايف الاهتمام والاحتواء من الاسره. وكمان لما بيحصل انفصال ده بيخلي ان الطفل برضو حاسس ان اهله خلاص ان هم كده تخلوا عنه، ما بيبقاش حاسس باستقرار وبالامان. طب ايه تاثير الانفصال على الطفل؟ الانفصال بيسبب للاطفال قله الثقه في النفس، وبيخلي عندهم ان هم قله الثقه في النفس، ان هم بيتاثروا نفسيا، اكتئاب، وحده، عزله، وتبلد في المشاعر. كمان ان هو ما بيبقاش حاسس بحته ان هي بسبب ان ما فيش ترابط ما بينهم وما بين بعض في البيت، بيبقى حاسس بحته ان هو تبلد في المشاعر، ان هو حتى لو حد في البيت حصل حاجه حزن او فرح او كده ان هو ما بيتاثرش باي حاجه ليهم. وكمان حاسس دايما ان هو عنده الشعور بالنبوذ من اهله، ان هم خلاص ان بسبب الانفصال ان اهله كده ما بيحبوش. وفي اطفال كمان ما بتقدرش تتقبل فكره ان بابا ومامته انفصلوا، ودي حاجات بتاثر في نفسيتهم جدا وبتتعب الاطفال. ممكن الكبير شويه ان هو يبتدي شويه ويتاقلم على الوضع، لكن الطفل ما بيقدرش ان هو يتاقلم على الوضع. وكمان بيجي لهم عدم الاستقرار، ده بيخلي عند الطفل حته ان هو عدواني شويه، ان هو يبتدي يتجه ان هو يأذي اي حد، يعني او العنف وكده، ان هو ده بيأثر على النفسيه طبعا. تمام. طب تنصحي الابهات والامهات اللي بيشوفونا دلوقتي بايه؟ اول حاجه ان هو لما يبقى في مشاكل ما بينهم وما بين بعض ان هم ما يتكلموش قدام الاطفال وكده، وتخصيص وقت كمان لمعرفه مشاكل الابناء، ما يبقاش كل واحد فيهم مشغول وسايب كل الطفل ما يعرفش عنه اي حاجه. وتقويه الوازع الديني والاهتمام بيهم ورعايتهم، وان هم لو في مشاكل ما بينهم وما بين بعض ان هم ما يقعدوش يتكلموا ويحلوا المشاكل دي قدام الطفل، ويا ريت ما يبقاش في عنف وصراخ قدامهم، لان دي حاجات بتفضل متراكمه مع الطفل وبتاثر في نفسيته اكتر. بس وكمان الدولة دور كبير جدا في التوعية من خلال الدورات المجانية والإعلانات والبرامج اللي بتعملها، وكمان الإعلام ليه دور كبير جدا في الموضوع ده. بالظبط كده، يعني الطفل بيتعرض ممكن هو يبتدي يخرج للشارع. طب حبيبة طبعا منورانا النهارده في الاستديو زميلتي الإعلامية الجميلة، طب انت شايفة ان الأطفال لما بتنزل الشارع ايه اللي ممكن يتعرضوا له او اللي يأثر عليهم بعد الانفصال؟ طبعا انا قبل ما اتكلم في اي حاجه احب ارحب بيكي واحب ارحب بلمياء. ازيك يا لمياء؟ احنا فعلا النهارده موضوعنا موضوع مهم جدا، موضوع مش بس مهم لينا،
موضوع مهم كمان للمجتمع كله، موضوع بجد لازم نتعامل معاه بكل حب وبكل ود وبكل رحمة في قلوبنا. احنا جايين النهاردة ان احنا نعالج الموضوع وازاي نقلل من انتشار الاطفال الشوارع، وكمان ان احنا نحاول نعالجه ان ما يبقاش في اطفال شوارع. طب تمام، طب ايه الحل مثلا بالنسبة لاطفال الشوارع او دور الدولة ايه تجاههم؟ طبعا ان احنا نوفر لهم مؤسسات ودار رعاية، ونقف جنبهم ونوفر لهم اخصائيين اجتماعيين كمان علشان يسمعوهم ويتكلموا معاهم، ده دور مهم جدا. وكمان دور برضك دار الرعاية ان هم برضك يعلموهم ويدربوهم ان هم يبقوا شباب نافعين لنفسهم في المستقبل وللمجتمع. طب دور الأسرة ايه من وجهة نظرك عشان ما توصلش الأطفال دول ان هم يبقوا أطفال شوارع؟ طبعا دور الأسرة مهم جدا ان هم يحافظوا على أولادهم، مش كل حاجة الانفصال ومش كل حاجة هنسيب، لأ المفروض يفكروا في الأولاد برضو. وكمان ان يعني الأم والأب برضو لازم يحافظوا على يعني هما مفتاح البيت اصلا. بالظبط، هما القدوه لاولادهم. بالظبط، يعني لو هما قدوه سيئه ولادهم هيبقوا زيهم او واخدين على الاقل طباعهم او سلوكهم. بالظبط تمام، يعني تنصحي الاب والام ان هما يكونوا قدوه كويسه. بالظبط، ومش كل حاجه الانفصال ومش كل حاجه التفكك الاسري اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. كمان برضو ان هم يعلموا اطفالهم، لان في اب وام يسيبوا اطفالهم في الشارع ويسيبوهم كده، لا طبعا احنا لازم نحافظ عليهم لان دول الاجيال، اجيال المستقبل طبعا، فاحنا لازم نربيهم ونعلمهم كويس جدا علشان ما نقلل من انتشار اطفال الشوارع. في ابهات بتبقى في اعتقادها ان مثلا طالما هي بتنفق ماديا على الاطفال، ان هم مثلا بيدخلوهم مدارس كويسه او بيلبسوهم لبس كويس، اعتقادهم كده ان هم في الطريق الصحيح وان الولد كده مش عايزين حاجه منهم. لا طبعا، مش كل حاجه الفلوس، على فكره الفلوس هي دي ممكن اللي بتخلي الاطفال يروحوا لطريق مش صحيح خالص. زي مثلا ان ابني يقول لباباه هات فلوس هات فلوس، بيديله يعني اكتر طريق بيروح له طريق الايه، الادمان والمخدرات. فده مش طريق صحيح، المفروض ان احنا نقعد مع بعض نستمع لبعض. يعني مثلا كمان اغلبيه الاطفال يجوا يكلموا اهلهم، طب يا حبيبي هكلمك بعدين، وما بيسمعوا لهمش خالص. فده طبعا يعني طريق مش صح، ومش حكايه برضك الفلوس، لا طبعا بالعكس. يعني احنا فعلا بنتكلم ان اهم حاجه يعتبر الناحيه المعنويه يمكن اهم كمان من الناحيه الماديه. بالظبط، لان طبعا الطفل مش كل حاجه انا بنفق عليه او انا بديله اللي هو عايزه او انا بدخله المدارس اللي هو عايزها. طب انت فين دورك، فين كأب ودورك فين كأم ان انت تحافظي على بيتك وكيان اسرتك وانك كمان تحافظي على جوزك. بالظبط. طب لمياء، التكنولوجيا اثرت بشكل كبير جدا وخصوصا على الاطفال، وبقى في اهمال اوقات من الاب والام، شايفه ده من وجهه نظرك ازاي؟ انا شايفه ان المفروض الاب والام يتابعوا الطفل ويشوفوا ان هم ماسكين الموبايل طول اليوم، يتابعوا هم بيشوفوا ايه وبيعملوا ايه. في لعب كتير جدا بتاثر على سلوك الطفل وبتخليه عدواني، زي نزلت فتره لعبه اسمها الحوت الازرق وبابجي، واللعب دي كلها بتخلي الطفل كمان ان هو ممكن ينتحر. يعني لازم يبقى في متابعه من الاب، وخصوصا لما يبقى والام لما يبتدي الطفل ان هو يمسك التليفون وما يخلوش ان هو على طول يبقى الموضوع بالنسبه له ادمان. في اطفال كتير بتمسك الموبايل ان هي قاعده طول اليوم ماسكه الموبايل خلاص كده، ان هي منعزله عن العالم، ودي حاجه بتخليه ان هو يبقى انطوائي، فهو ما ينفعش ان هو يفضل ماسك الموبايل طول اليوم. بالظبط، يعني ده يعتبر برضو هنا بنتكلم ان يعتبر الاهل ليها دور كبير. أيوة جدا أكيد كده. طبعا الاهل ليها دور كبير جدا، الاهل هي الاهل لو ما تابعتش وبقت هي الدفء بتاعهم، محسسهم بالامان وان هي على طول متابعاهم مراقباهم، الطفل ذات نفسه ممكن يتجه لحاجات تانية. يعني لما يلاقي الاب والام مش فاضيين ان هم يتابعوه، فيتجه ان هو يبتدي ينزل يشوف اصحاب السوق، ينزل يشوف بقى ممكن زي ما الاستاذه حبيبه قالت ان هو يخش في طريقه المخدرات، ان هو ينزل ويصاحب ناس بره. وبالظبط برضو ما يكونش يعني نظام الشده او العنف، ان هم مثلا يكون في عنف معاهم، لان ده يعتبر بالنسبه لهم اللعبه دي بقت ادمان. فمثلا لما يمنعوه عن الفون او يمنعوه عن اللعبه دي بيحس بهستيريا. لا هو هي بس ان هو يبقى متابعينه ومراقبينه وعارفين هو النظام اللي هو ماسك التليفون بيعمل ايه بالظبط، لكن باسلوب في لين. باسلوب في لين، ان هو ما يبقاش في عنف برضو. ما هو لو الاسلوب في عنف هو
الطفل طبعا هيبقى طبعا ان هو فيه عنف برضه عنيف، فهو المفروض يبقى كل حاجه بالود والحب، ان هم يتعاملوا مع بعض باسلوب ترابط ما بينهم وما بين بعض. اه طبعا، يعني ننصح هنا الاب والام ان يحاولوا ينزلوا لتفكير ولادهم، لان يعتبر هم اتولدوا في جيل غير الجيل تماما، فلازم ان هم يراعوا ده جدا، ولازم ان هم يحاولوا يفهموهم، يحاولوا يسمعوهم، يحاولوا يقعدوا معاهم على قد ما يقدروا، لان طبعا في السن ده بيتعرضوا لكتير، ان هم ممكن يقعدوا مثلا مع اصحابهم ياخدوا منهم سلوك مش سوي، يبداوا ينزلوا الشارع، وهنا بيبدا المشكله، وخصوصا في فتره المراهقه. طب تنصحي مثلا الاسره تتعامل ازاي مع فتره المراهقه؟ اولا المفروض ان هم يصاحبوا الاطفال يعني في فتره المراهقه، ان هم ما يبقاش كل حاجه لا او كده، ان هم يقعدوا يتكلموا مع بعض، يتناقشوا، تشوف فكره ووجهه نظر لابنها او بنتها، ان هي تقعد تتكلم معاها تفهم هي بتفكر في ايه. يعني هو زي ما انت ما قلت الجيل غير الجيل، هي لازم تتقبل فكره ان الدنيا غير الدنيا، وان هي تبتدي تسمعه وتشوف هو ايه متطلباته وهو محتاج ايه. في حاجات زمان كانوا بيعملوها دلوقتي ما ينفعش ان انت تفرضيها على الجيل بتاعنا دلوقتي، فدي حاجات برضو بتاثر يعني على نفسيته برضو، ان هو لازم يبقى فكره ان هم يتفهموا ويتقبلوا الكلام مع بعض، او هم بمعنى اصح حاسين ان هم خلاص كبروا، أو ان هم خلاص كبروا، وفي ناس بتبقى بس ان هي كبرت على ان هم لا احنا اتربينا على كده فهنربي عيالنا على كده، فده بيبقى اسلوب. هم جايين اصلا في وقت تكنولوجيا، هم جايين اصلا لاقيين التكنولوجيا هي اللي مسيطرة عليهم كلهم، وكمان سهلت لهم كل حاجة بالظبط. طب حبيبة، انت شايفة ان الفترة الاخيرة انتشرت جرائم كتير، شايفة الموضوع ده ازاي من وجهة نظرك؟ الموضوع ده طبعا برضك بيتأسس من الأب والأم، يعني مثلا الأخ بيقتل أخوه علشان شايف إن مامته وباباه بيعاملوه أحسن منه، وطبعا بتبقى فيه غيرة وبتبقى فيه كده يعني سن الكراهية كده من ناحيته، أو كراهية خالص، فاهماني؟ كمان فهو ده اللي بيخلي الجرائم دي، ان هما انتوا لازم تعلموا اولادكم ان هما يحبوا بعض، انتوا الاثنين واحد، ما فيش بينكم تفارق خالص. لا لكن ده لان ممكن طفل يقتل اخوه مثلا او اخته لا، وفي برضو راجل بيقتل زوجته، واخت بتقتل اختها، لا في حاجات كتير غلط حصلت، الاساس اصلا كان غلط، فاهمين انا قصدي ايه؟ الاساس كان غلط، ان هو انت ما عودتيش عيالك ان هما يبقوا ايد واحده، لا ده في حته وده في حته، فده غلط خالص، ما ينفعش يكون في عنصريه وتفرقه بين خالص الاولاد. العنصريه دي بعد كده هتجيب ان هما الاثنين بيضربوا في بعض وبياكلوا في بعض وبيموتوا بعض، ومش هيبقوا ايد واحده في اي حاجه اصلا. طب يا حبيبه، نروح فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع لكم تاني.